اللي بيسرق رغيف بنسميه حرامي، واللي بيخطف جنيه بيبقى حرامي برضه، واللي بياخد اللي مش ليه بنسميه ظالم، ولو في شاهد أو دليل فالحكم جاهز والإدانة واجبة. طب يا ترى اللي بيسرقوا من قلوب الناس الرضا ليه محدش بيحاكمهم؟ واللي بيقتلوا في نفوس الخلق الهمة ليه عايشين بسلام؟ واللي بيخربوا بيوت ويتعسوا ناس ويهزوا القناعة والمحبة اللي الناس متعكزة عليها ليه بيطلعوا براءة؟ مع إن جريمتهم عليها ألف شاهد وألف دليل. الناس متلصمة بالأمل، صلبة عودها بالصبر، متبتة في أحلامها بالمعفرة. فيا ترى لما أطلع في برنامج على التلفزيون أو بفيديو على السوشيال ميديا علشان أهز الناس دي وأطرح عليهم قضايا مش بس ملهاش لازمة ولا هتفيدهم، لأ دي كمان هتيجي على آخر حب الصبر جواهم وتبعترها، يا ترى حد هيحاسب؟ حد هيدين؟ حد هيقول امسك حرامي؟ ده سرق الرضا من نفوس الناس وخطف الصبر اللي جواهم. الناس مضغوطة وعايزة اللي يدعمها مش اللي يوصلهم للانفجار. ظروف الناس صعبة والدنيا خانقاهم، فبدل ما نقول ربنا يعين خلي بالكم من بعض، واللي يقصر ننبه بالراحة، واللي اتكسر يلا بينا نصلحه، لأ ده احنا نقول على فكرة الست مش ملزمة تعمل كذا وكذا. العلاقات الاجتماعية تعبانة وتواصل الناس بأهلهم وأصحابهم مش أحسن حاجة، فبدل ما نقول اتحملوا بعض وخيركم الذي يبدأ بالسلام وإصلاح ذات البين أهم ومحدش فينا كامل، لأ ده نطلع بفيديو يقولك اعتزل ما يؤذيك ومفيش أهم من روقان بالك. طب اعتزل ما يؤذيك بس بعد محاولة واثنين وعشرة ومية للإصلاح، لكن احنا بنستسهل ومع أول كام غلطة بنعتزل اللي مننا، مع إن الإنسان لو اعتزل كل ما يؤذيه هيعيش لوحده والأذى جزء من طبيعة التعامل. بس الحياة لازم تمشي، بس تمشي بالنصح والمجاهدة، ومر عليك ومر عليا نص الستات شايفين رجالتهم نرجسيين، واديني بقى في فيديوهات ازاي تعرفي ان جوزك نرجسي وهربي بجلدك بسرعة، وكأن قرار مهم زي بيتي وشريك حياتي ممكن استخف بيه لدرجة ان احكم عليه بفيديو جاي على مزاجي. ونص الرجالة شايفين ان زوجاتهم بيدلعوا ومش حاسين بيهم، ويجي واحد علشان كام لايك او يعد مشاهدات يقوم الراجل على مراته ويغذي عنده شعور الظلم، وكأن الشر كله جاي من الست اللي محافظة على بيته. فين عقلنا يا جماعة؟ ازاي سايبين حرامية الرضا والصبر والقناعة يخربوا بيوتنا؟ ازاي فيديو من دقيقتين عامله واحد كل هم اللايكات ممكن يكون الرمانة اللي بنوزن بيها علاقاتنا؟ سيدنا النبي قال زمان من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكل واحد بيحاول ينشر القبح والتشاؤم ويضيق حياة الناس والله حسابه عند ربنا عسير. استنونا بعد الفاصل. الناس غلابة متلصمين بالصبر وصلبين طولهم بالأمل ومثبتين في أحلامهم بالمعافرة، ويجي فيديو لمدة دقيقتين يهدم الأمل والصبر والمعافرة. تعالوا نشوف رأي الناس في الشارع عامل إزاي، يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الله يخليك استاذ محمد. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ نور. نور، وانت اسمك ايه؟ كريم. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. طيب النهارده بنتكلم عن حرامية الأمل، حرامية الأمل ونصابين المشاعر، الناس اللي بتخرب البيوت. يعني ايه؟ يعني اوقات بنقعد على السوشيال ميديا او بنتفرج على التلفزيون ونشوف فيديو لمدة دقيقتين بس ممكن يخرب بيت. تتفرج على حاجات شبه كده؟ لا، اول لما بشوفها بصراحة ما برضاش اخش عليها، لان دول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ده اول حاجة. واي حاجة اساسا تسيء الأسرة المصرية ولا اي حاجة ده نهائي ما بخش عليه، ومعرفة اولادي نفس الكلام كده، لان محدش بيسيب حد في حاله نهائي. في برامج بتخص الست بس، برامج تفضل تتكلم سواء سوشيال ميديا ولا تلفزيون، تفضل تتكلم انت لازم تعملي وانت لازم تسوي، ولو جوزك عمل كذا تعملي كذا، والعكس في برامج تانية تتكلم في حق الراجل بس انت احمدي ربنا ان جوزك عمل كذا وجوزك ده لازم تعملي معاه كذا. المعادله مش مظبوطه. يعني ربنا قال ايه؟ وجعل بينكم موده ورحمه، بينكم
بينكم انتوا الاثنين. ايوه فعلا صح، لازم يكون فعلا بيننا تفاهم، في حب، في سعاده، في اخلاص. ولو انا عندي مثلا حاجه مثلا افيد بيها اي حد كويسه افيد بيها، وده حاجه كويسه وبيقعد في ميزان حسنات. اي حاجه وحشه ان انا اسيء بيها غيري المفروض ما اقولهاش ولا انطقها. ولو في مثلا اتنين مثلا متخانقين مع بعض اروح اقول ده حاجه كويسه وحببه في ده، وفي نفس الكلام برضو المثل برضو سواء الرجل او المراه، وهو ده الصراحه اللي انا ماشيه بيه. تقولي ايه للستات او الرجاله اللي هم بيتاثروا بال 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 بالفيديوهات الصغيره دي؟ لا اقول لهم طبعا محدش يتفرج على اي حاجه زي كده اهوت، ودي بتخرب بيوت، وفي ناس اساسا بتحب اساسا الخراب، وفي ناس اساسا ما بتحبش اساسا الخير لاي حد، وفي ناس اساسا هي نازله على السوشيال ميديا بالظبط عشان خاطر هي تخرب الدنيا بالظبط كده. اما احنا طول ما احنا بنقول يا رب ومسلمينها لربنا وبنعمل الخير وبنعمل العمل الكويس ده احسن شيء. اما اي انا في ده اقول لاي حد اي فيديو او اي حاجه تسيء اي المجتمع او تسيء مصر تسيء اي اسره المفروض ما نخشش نتفرج عليها، وانا اديهم الفرصه انهم ياخدوا مشاهده. النهارده بنتكلم عن حرامية الصبر، اللي بيسرق فلوس بيبقى اسمه ايه؟ حرامي. حرامي، واللي بيسرق الصبر من الناس ومن قلوبهم بيبقى اسمه حرامي برضه. اكيد طبعا، بس ده ملوش عقوبه في القانون، لكن اللي سرق فلوس له عقوبه. صح طبعا. الناس بيوتها متلصمه وورا البيبان حواديت كتير محدش يعرف عنها حاجه. في بيت متلصم من البيوت شاف فيديو من الفيديوهات، فالست او الراجل تاثروا بالفيديو فالبيت اتخرب. اه طبعا فاهم قصدي ايه؟ اه طبعا فاهم. هو الاخطر من كده كمان ان انا ابتدي يعني الناس ابتدت كمان ان هي تحكي مشاكلها كمان على السوشيال ميديا. يعني مشاكل البيت المفروض اصلا دي جوه البيت، ان هي توصل للسوشيال ميديا دي كمان دي تبقى كارثه. يبقى فاضل ايه تاني طيب؟ طيب ايه رايك في البرامج العنصريه؟ البرنامج اللي يتكلم في حقوق الست بس، او البرنامج اللي يتكلم في حقوق الراجل بس؟ انا طبعا ضد الكلام ده. يعني انت كده عايز تخرب البيوت كلها بقى. طب خليني اسال حاجه تانية، انا بتكلم مع نفسي كده وبسال، هو قبل الحقوق مش في واجبات؟ طبعا مش ده اللي احنا اتعلمناه؟ حقك لازم تاخد، لازم تعمل الواجب اللي عليك عشان تاخد حقك. هو احنا لما بنشتغل في اي شركه بناخد مرتبنا الاول وبعد كده بنشتغل؟ لا، بتشتغل بعد كده بتاخد مرتبك. هو احنا بندعي ربنا الاول فربنا بيجيب الدعاء، مش بنعمل اللي علينا الاول؟ اه طبعا بنشوف واجباتنا وبنمتحن علشان ننجح في النهايه. اه طبعا. فالقصه كلها وانا بسالك في الموضوع ده، ايه رايك في الناس اللي بتتكلم في حقوق الراجل او حقوق الست وينسوا الواجبات؟ لا هو ده جهل، يعني ده جهل، وانت كده بتهد قيم المجتمع اللي احنا اصلا اتربينا عليها طول عمرنا عشان شويه مشاهدات او كام لايك. يعني كل ده في الاخر انا شايفه ان هو بيزنس عشان بس اكسب شويه مشاهدات وشويه لايك واكسب منه فلوس، اهدم المجتمع عشان شويه فلوس. فين المبدا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تركيت ازي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذ محمد. ازيك يا مدام؟ ازيك يا استاذ محمد. ازيك يا شباب، كويسين؟ اسم حضرتك ايه؟ ماهر كريز. شغال ايه يا استاذ ماهر؟ موظف. موظف. حضرتك ربة منزل. حلو قوي الكلام. اللي بيسرق فلوس بيبقى اسمه ايه؟ حرامي. حرامي. واللي بيسرق الامل من الناس واللي بيسرق صبرهم طبعا انسان مش كويس يعني. حرامي برضو. حرامي برضو. اللي بيعمل كده برضه حرامي، بس ده له قانون بيحاسبه وده ملوش قانون بيحاسبه، قانون ربنا هو اللي بيحاسبه. صح؟ طيب بنشوف دلوقتي على السوشيال ميديا ناس بتسرق الصبر وبتسرق اخر حته امل عند الناس، والناس متلصمه جوه بيوتها. فتسمع فيديو بيتكلم عن حقوق الست وينسى واجباتها، تسمع برنامج تاني بيتكلم عن حقوق الراجل وينسى واجباته، ايه رايكم في البرامج دي؟ طبعا سواء سوشيال ميديا او حتى تلفزيون. طبعا برامج يعني مش ما بتركزش على الحاجات المهمه يعني. تركز في حاجات غلط يعني. مدام في البيوت اتفرج عليها؟ لا الصراحة ما عنديش فيسبوك أصلا. تلفزيون؟ اه تلفزيون. اه بيدوا سلبيات للناس، والست كويسة المحترمة في بيتها بيخليها تتعلم من التلفزيون والحاجات اللي بيشوفها، فدي حاجة بتخرب البيوت صراحة. حد في محيط أسرتكم أو قرابين أصدقائكم بيته اتخرب بسبب حاجة زي كده؟ اه والله. اه بيتعلموا من الحاجات اللي بيشوفوها وبيبنوا امل بقى، وحاجات ان هي يقول لك انا مثلا لو اتطلقت هيبقى في حاجات تانية قدامي ايجابيات وحاجات كده، وهي اصلا بتبقى كلها وهم. تعمل فيديو بقول فيه عملت ايه بعد الطلاق، لقيتي ست سيدو زي ما كانوا بيقولوا لك، حاجات شبه كده. الناس متخيله ان الطلاق بعد بيتخيلوا ان الدنيا لطيفه وحلوه. طبعا الطلاق حلال ومفيش اي كلام فيه، لكن لازم نفكر في العواقب، لان في مبقناش لوحدنا المستقبل برضه يعني. مثلا بعد كده ايه اللي هيحصل؟ مش في وقتها. حضرتك بتتابع البرامج دي؟ مش على طول والله، مفيش وقت. طيب المفروض الواحد يعمل واجباته الاول علشان ياخد حقوقه ولا العكس؟ اه طبعا.
لازم الواجبات الاول عشان ناخد حقوقنا يعني. ما فيش وقت، انت هتيجي هتلاقي ما فيش واجب، مش هتلاقي مقابل قدامه. مشكله بقى البرامج اللي شبه كده او الحلقات اللي بنشوفها اللي شبه كده ان هي بتقدم الحقوق قبل الواجبات. لا لا لا، فتلاقي الست ناقمه على حياتها والراجل مش عاجبه الست اللي عايشه معاه، صح ولا لا؟ سلبيات. المفروض احنا عاوزين الايجابيات، نركز على الايجابيات الاول وبعد كده نشوف السلبيات. هتتعدل واحوالك هتتبدل باذن الله. زمان كان في شيخ عجوز ماشي في فرسه في الصحراء، فلقى واحد مرمي على الارض بيموت، فوقف بالفرس ونزل يساعده. وبعد ما المسكين خد نفسه فالشيخ قال له اركب انت الفرس علشان انت تعبان وانا همشي جنبك شويه. لكن بمجرد ما الراجل استقر على الفرس شد اللجام وضرب الحصان وجري بعيد. للاسف صاحبنا كان نصاب، ضحك على الراجل العجوز وخدعه وسرق منه الفرس بالحيله اللي عملها. لكن الغريب ان الشيخ نادى عليه وقال له يا رجل ناشدتك الله، اسمع مني، الفرس لك وما عليها، ولكن لا تخبر الناس بما جرى بيننا، لا تخبر أحد بما جرى بيننا حتى لا تضيع المروءة بين الناس. الشيخ العجوز كان حكيم، ما فرقش معاه الموقف ولا الحرامي، ولا قعد يبكي من غدر الناس وسوء أخلاقهم. كل اللي كان همه إن محدش يعرف باللي حصل علشان نفسيتهم ما تتغيرش ويبطلوا يساعدوا بعض. تعال النهاردة وشوف، افتح الفيسبوك واقرأ، تابع كمية السواد والشكوى، وكأن مفيش بيت سعيد ولا حد راضي ولا في الدنيا. كلنا بنقابل مواقف وحشة ومواقف حلوة، طيب ليه مصرين نتكلم عن الوحش بس وكأن هو اللي موجود؟ الإنسان النبيل ما بيوزعش وجعه على الناس، الإنسان العاقل عارف كويس قيمة الكلمة، عارف إن ممكن كلمة يقولها أو عبارة يكتبها على الفيسبوك أو فيديو يعمله يأثر في الإنسان، خصوصاً مع الهشاشة النفسية اللي موجودة. بكلمة ممكن تموت همة وتضيق واسع وتذبح معاني، وبكلمة تفتح طاقة نور وتحيي أمل وتثبت المرتبك الضايع. يا صاحبي أرجوك أوزن كلامك قبل ما تبعته على الناس، وقدر خطورة الحروف، خلي نيتك في كلامك الخير والأمل، لسانك بيزرع وحصاده هتشوفه، ويا بخت اللي زرع خير وسقاه. شكرا ليكم وإلى اللقاء.